السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نحكي درسنا الجديد بعنوان ظواهر مرتبطة بالكهرباء السكونية. تحدثنا عن الكهرباء السكونية في بداية الوحدة، حكينا هي الكهرباء التي تتولد أو تتولد الشحنات على الأجسام وتبقى فترة من الزمن ساكنة في مكانها. اليوم إن شاء الله نشوف ظواهر مرتبطة في هاي الكهرباء السكونية. من الظواهر اللي عندي أول شيء البرق والرعد. فما هو البرق وما هو الرعد؟ كثيراً في أيام الشتاء نشعر أحياناً بضوء في السماء، أحياناً نسمع صوت نطلق عليه البرق والرعد. فما هو البرق وما هو الرعد وما الفرق بينهما؟ نبلش إن شاء الله درس اليوم. البرق والرعد، نشوف يا خامس كيف بصير عندي البرق والرعد. عندي تيارات الهواء، طبعا قلنا البرق والرعد بصير في الشتاء، بالتالي بكون عندي تيارات بارده، فهي التيارات تتصاعد في الطبقات العليا. لما توصل الغيمه شو بتعمل؟ هلا الغيمه بكون فيها عباره عن قطرات ماء، قطرات الماء قلنا في الوضع الطبيعي الجسم متعادل كهربائيا، يعني عنده شحنات سالبه وموجبه ولكنه متعادل. تيارات الهواء شو بتعمل؟ بتشحن، يعني بتخلي قطرات الماء مشحونه بشحنات سالبه وموجبه، تنفصل السالبه بتصير لتحت والموجبه تطلع لفوق. اذا يا خامس تيارات الهواء الصاعده بتقوم بشحن قطرات الماء الموجوده في الغيمه، قطرات تحولها الى قطرات موجبه وقطرات سالبه. القطرات السالبه بتكون اسفل الغيمه والقطرات الموجبه اعلى الغيمه، مثل ما انتم شايفين هون السالب تحت والموجب فوق. عندما تلتقي عندي غيمتين، شايفين كيف هون السالب تحت والموجب فوق، نفس الشيء اللي فوق السالب تحت والموجب فوق. فاذا التقوا الغيمتين مع بعض بصير تجاذب للشحنات السالبه اللي في الغيمه اللي فوق مع الشحنات الموجبه اللي في الغيمه اللي تحت، منتج عندي شراره تنتج عن انتقال الشحنات السالبه من الغيمه هاي الى الغيمه الثانيه، وهذا بسميه عباره عن البرق. والبرق هو الضوء او الشراره، قلنا هون تنتج شراره والشراره بتعطيني ضوء، اذا البرق هو الشراره او الضوء الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين. طيب اذا شو الرعد يا خامس؟ اذا البرق الضوء، اذا الرعد هو الصوت. ممتاز، اذا الرعد هو الصوت الناتج عن انتقال الشحنات. طبعا لما يصير انتقال للشحنات بعطي ضوء وبعديها كمان بعطي صوت. طب ليش انا بشوف الضوء بالاول وبعدين الصوت؟ لانه الضوء سرعته اكثر من سرعه الصوت، بالتالي ينتقل الضوء في الاول بوصلنا ثم الصوت. اذا عند اضطراب سحابتين تنتقل الشحنات السالبه من سحابه الى اخرى لتتجاذب مع الشحنات الموجبه فيها، فتنتج عندي شراره اللي هو اللي حكيناه، انتقال الشحنات السالبه من السحابه اللي فوق الى السحابه اللي تحت، فينتج شراره اللي هي الضوء اللي هو يطلق عليه البرق، ثم يتبعه الصوت اللي بنسمعه ويطلق عليه الرعد. اذا يا خامس قلنا البرق هو الضوء او الشراره الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين. ممتاز. الرعد هو عباره عن الصوت الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين، يعني نفس التعريف ولكن هذا ضوء هذا صوت، ولكن في الاخير الاثنين ناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين. شوف ابحث صفحه 51 السؤال، ابحث لماذا نرى ضوء البرق قبل سماع صوت الرعد؟ قلنا لان سرعه الضوء اكبر من سرعه الصوت فنرى الضوء اولا. عندي معلومه مفيده، تعمل التيارات الهوائيه الصاعده على تحويل قطرات الماء المتعادله كهربائيا في الغيوم الى قطرات تحمل شحنه سالبه وتكون في اسفل السحابه، وقطرات تحمل شحنه موجبه وتكون في اعلى السحابه.
او انه يعني في الغابه بكون القطرات متعادله. طب كيف صارت موجبه وسالبه؟ اذا بياثر عليها التيارات الهوائيه الصاعده. افتحوا معي الخامس صفحه 51 ونشوف الاسئله. السؤال الاول: ما شحنه قطرات الماء في سحابه؟ في السحابه واحد. السحابات لهون صفحه 50. في الاول كانت السحابه الاولى كانت متعادله كهربائيا، ممتاز، عندها موجب وعندها سالب متساويات. لما اذا في الاول كانت متعادله كهربائيا، شوف شو صار عندما صعدت تيارات الهواء. نشوف يا خامس صفحه 51، افتحوا معي على الاسئله. ما شحنت قطرات الماء في السحابه واحد؟ نفتح صفحه 50 نشوف. عندي ثلاث سحابات او ثلاث صور، هم اربع سحابات ولكن ثلاث صور. الصوره الاولى تمثل السحابه تحمل شحنات، ايوه ممتاز، متعادله كهربائيا. ليش؟ عندها شحنات موجبه وشحنات سالبه بشكل متساوي. اذا الشحنه الاولى متعادله كهربائيا، عفوا السحابه الاولى متعادله كهربائيا. نشوف السؤال الثاني: ماذا حدث لشحنة قطرات الماء في السحابة الثانية بفعل حركة تيارات الهواء الصاعدة؟ قلنا شو صار؟ الهواء تيارات الهواء لما تضعف وصلت السحابة علت على صار عندي قطرات الماء مشحونة بشحنة موجبة وشحنة وعفوا قطرات مشحونة بشحنة سالبة، والقطرات السالبة بتيجي من تحت والقطرات الموجبة تطلع من فوق، إذا أصبحت مشحونة بشحنة موجبة في الجزء العلوي وشحنة سالبة في الجزء السفلي. السؤال التالي: ماذا ينتج عند اقتراب سحابتين كمان في الشكل ولماذا؟ عند اقتراب سحابتين خامس من بعض قلنا تتجاذب الشحنات. عندي بكون السحابة اللي فوق بكون عندها السالب من تحت والسحابة من تحت الموجب من فوق، فلما يقربوا بعض يتجاذب السالب مع الموجب وبالتالي يحدث شرارة. إذا عند اقتراب سحابتين أو كمان يا خامس لما يقربوا بعض تنتقل الشحنات السالبة من السحابة اللي فوق للسحابة اللي تحت. عند اقتراب سحابتين تنتقل الشحنات السالبة من سحابة إلى أخرى لتتجاذب مع الشحنات الموجبة في السحابة الثانية فينتج عندي شرارة. سؤال الرابع: ماذا نسمي الشرارة الناتجة عن اقتراب سحابتين من بعضهما؟ قلنا الشرارة أو الضوء بسميها البرد. خمسة: ماذا نسمي الصوت الناتج؟ الصوت قلنا الرعد، إذا البرد هو الضوء أو الشرارة والرعد هو الصوت. إذا تعريف اكتب بلغتي رقم 6، تعريفا لكل من: البرد هو الضوء أو الشرارة الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين، والرعد هو الصوت الناتج عن انتقال الشحنات بين سحابتين مشحونتين. أبحث صفحة 51 جاوبناها إنه ليش بنشوف الضوء قبل الصوت؟ لأنه سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، لذلك نرى الضوء أولا. قبل حل الأسئلة وقفنا عن الصاعقة، نشوف شو معنى الصاعقة، كيف بتصير، شو سببها أو شو نتائجها كمان. الصاعقة قلنا في حالة البرق والرعد تقترب غيمتين مشحونات بشحنة، واحدة موجبة وواحدة سالبة، من واحدة يعني سالبة اللي فوق بتكون مشحونة من تحت بشحنة سالبة، والغيمة اللي تحت مشحونة من فوق بشحنة موجبة، فبصير تجاذب للشحنات المختلفات، بالتالي ينتج عندي شرارة. طيب إذا اقتربت غيمة من سطح الأرض، الغيمة قلنا بتكون من تحت مشحونة بشحنة سالبة، تمام. إذا اقتربت غيمة من سطح الأرض وكان جسم مشحون من فوق عفوا جسم من فوق مشحون بشحنة موجبة، شو بصير عندي؟ تقترب الغيمة وتنتقل شحنات من الغيمة إلى الجسم المشحون بشحنة موجبة، وبالتالي يحدث عندي ما يسمى بالصاعقة. إذا الصاعقة هي شرارة قوية، طبعا قلنا انتقال الشحنات بعطيني شرارة، إذا الصاعقة هي عبارة عن شرارة قوية تنتج عن انتقال الشحنات السالبة من غيمة إلى الأجسام المشحونة بشحنة موجبة على سطح الأرض. انتبهوا عندي يا خامس، عندكم هاي الصورة موجودة في الكتاب، هاي الغيمة اقتربت من سطح الأرض، الغيمة من تحت مشحونة بشحنة سالبة، انتبهوا شوفوا الشجرة هاي
شايفين من فوق مشحونه بشحنه موجبه، فعند اقتراب الغيمه من سطح الارض يحدث انتقال الشحنات السالبه من الغيمه الى الجسم هذا، شايفين ينتج عندي شراره، الشراره هاي بتكون قويه نوعا ما وقادره على عمل حرائق. لذلك يعني طبعا هاي الصاعقه مشكله حاولنا نتغلب عليها، الانسان يعني حاول يتغلب عليها عن طريق شيء بسميه مانع الصواعق، رح نتحدث عنه بعد ان شاء الله ما نخلص الصاعقه. نشوف الصاعقه، اذا يا خامس حكينا الصاعقه هي عباره عن شراره قويه تنتج عن انتقال الشحنات الكهربائيه السالبه بين سحابه والاجسام المشحونه بشحنه موجبه على سطح الارض. قلنا نتغلب على الصاعقه عن طريق مانعه الصواعق، رح نتحدث عنها ان شاء الله بعد ما نخلص حل الاسئله. افتحوا معي الكتاب صفحه 52، صفحه 52 السؤال الاول. عندي صوره الغيمه والشجره اللي شفناها على العرض هناك، كمان موجوده عندكم على الكتاب. بقول لك السؤال الاول اصف ما اشاهده في الصوره، شو قلنا صار عندي؟ حدث عندي شراره ناتج عن انتقال الشحنات السالبة من غيمة قريبة من سطح الأرض إلى شجرة تحمل شحنات موجبة، إذا حدوث شرارة ناتج عن انتقال الشحنات السالبة من غيمة قريبة من سطح الأرض إلى شجرة تحمل شحنات موجبة. السؤال الثاني، ما نوع الشحنات الموجودة في الجزء السفلي من السحابة القريبة من سطح الأرض؟ شحنات سالبة. طيب السؤال الثالث، نوع الشحنات الموجودة في الجزء العلوي من الشجرة موجبة. طبعا المفروض يكونوا مختلفات عشان صار عندي تجاذب مثل ما حكينا في الدرس الماضي. السؤال الرابع، برأيك ما سبب احتراق الشجرة؟ قلنا سبب الاحتراق هو الشرارة الناتجة عن انتقال الشحنات الكهربائية، إذا سبب الشرارة الكهربائية الناتجة عن انتقال الشحنات الكهربائية السالبة بين السحابة والشجرة المشحونة بشحنة موجبة فأدت إلى احتراق الشجرة. عندك آخر الصفحة تعريف الصاعقة، طبعا مهم. الصاعقة شرارة قوية تنتج عن انتقال الشحنات الكهربائية السالبة بين السحابة والأجسام المشحونة بشحنة موجبة على سطح الأرض. ظاهرة طبيعية تنتج عن اقتراب سحابة تحمل شحنة سالبة من تحت على الأجسام التي تحمل شحنة موجبة من فوق، وبالتالي يحدث عندي شرارة تؤدي إلى احتراق، ممكن احتراق منزل، احتراق شجرة، احتراق أي جسم يحمل شحنة موجبة تقترب منه السحابة. يعني فكر الإنسان وعملوا إشي بسميه مانعة الصواعق، عبارة عن أداة معدنية تثبت على سطح الأبنية أو المنازل أو غيره، يعني تساعد إنه الغيمة الشحنات اللي بتيجي على مثلا سطح المبنى تتفرق، هاي الشحنات بدل ما تيجي على المبنى نفسه تيجي على الجزء المدبب من مانعة الصواعق وبتتفرق، تنزل عبر سلك فلزي إلى قضيب فلزي متصل بالأرض تتفرق فيه الشحنات، وبالتالي تحمي المبنى من حدوث الصواعق. هاي نشوف الصورة، شايفين كيف؟ هاي الجزء اللي فوق هذا هو المدبب هذا وبنزل هيك لآخر، والبيت تحت وبكون متصل في الأرض. عندما تقترب الغيمة طبعا لازم يكون عالي شوي أعلى من المبنى، فبتيجي الشحنات تقترب تصير تتفرق في الساقة الفلزية هاي المدببة، طبعا بما انه موصل فلزي قلنا موصل، فبتنزل الشحنات وتضل ماشية فيه إلى أسفل وبتتفرق في تحت في الأرض، هاي بسميها مانعة الصواعق. خامس أتساءل صفحة 53، كيف يمكن تجنب حدوث الصواعق؟ قلنا عن طريق مانعة الصواعق. كمان مرة هاي صورة مانعة الصواعق، قلنا تتكون من ساق فلزية مدببة، سلك فلزي وقضيب فلزي متصل بالأرض. طيب ما هي مانعة الصواعق؟ قلنا مانعة الصواعق هي عبارة عن أداة معدنية تثبت على سطح المنزل، طبعا المنزل أو مبنى أي مبنى عندي تكون متصلة بالأرض وتتكون من ساق فلزية مدببة وسلك فلزي وقضيب فلزي
متصل بالأرض. قلنا الساقة الفلزية المدببة بتتجمع عليها الشحنات، السلك الفلزي بيوصل القضيب الفلزي المتصل بالأرض عشان تتفرغ الشحنات منه إلى الأرض. وأيضا مانع الصواعق تستخدم لمنع حدوث الصواعق. عندي خامس صفحة 53 وحاكي البرق نشاط 4. عندي جهاز هون بسميه جهاز فانتجراف، نفس مبدأ عمل الصائقة. باجي أنا هاي اللي هون الأداة، لما أشبكها في الكهرباء بصير عندي التنتين مشحونات، لما أقربهم من بعض بنتج عندي شرارة. يعني نفس مبدأ عمل نفس مبدأ حدوث البرق. إذا ما يحدث في مولد فانتجراف مشابه لحدوث البرق، حيث تنتج الشرارة عند انتقال الشحنات الكهربائية بين الكرتين. يعني على اعتبار أن الكرتين لهم سحابتين، فانتقال الشحنات بين الكرتين يحدث عندي شرارة كما يحدث في السحابتين. نشوف مع بعض حل الأسئلة صفحة 53. صفحة 53 يا خامس، أتساءل اللي فوق كيف يمكن تجنب حدوث الصواعق؟ قلنا هناك عن طريق مانعة الصواعق. هلا نشوف مانعة الصواعق. السؤال الأول، ماذا يمثل الشكل المجاور؟ الشكل اللي عندي هون قلنا يمثل مانعة الصواعق. أين تثبت الساقة الفلزية المدببة؟ قلنا الساقة الفلزية بتكون في أعلى المباني عشان تتجمع عليها الشحنات. السؤال الثالث، اكتب الأجزاء التي تتكون منها مانعة الصواعق الموضحة في الشكل المجاور. موجودون عندكم هون على الجانب ساق فلزية مدببة، سلك فلزي هي واحدة، اثنتين، وقضيب فلزي متصل بالأرض هي ثلاثة. السؤال الرابع، ما أهمية مانعة الصواعق؟ مانعة الصواعق لمنع حدوث الصواعق التي تسبب الحرارة. نشاط 4، أحاكي البرق، انه نجيب مولد فانتجراف بنوصله طبعا بالكهرباء، بتولد عليه شحنات كهربائيه، نقرب الكره الاولى من الكره الثانيه، قلنا يتكون عندي شراره كهربائيه. قلنا يا خامس فانتجراف اللي حدث فيه مشابه لحدوث البرق، حيث تنتج شراره عند انتقال الشحنات الكهربائيه بين الكرتين كما حدث بين السحابتين. هذا جواب السؤال الثالث صفحة 53 في نشاط 4 لآخر الصفحة، ما حدث في مولد فانتجراف مشابه لحدوث البرق، حيث تنتج الشرارة عند انتقال الشحنات الكهربائية بين الكرتين كما حدث في السحابتين. إن شاء الله نكمل معكم أسئلة الوحدة الحصة القادمة. يعطيكم ألف